كل سنة في يوم راس السنة دايما بنحب نعرف أبراجنا، وكل واحد بيبقى عنده أمنيات، بيبقى نفسه البرج، أو يعني هي ممكن تبقى فانتازيا شوية، أو دايما بنبقى عايزين نعرف الحاجة الأحسن، ويا رب تبقى الأبراج كلها السنة دي أحسن وأحسن. بس معانا النهاردة رانيا حمودة خبيرة الأبراج. رانيا، نعم. السنة دي عاملة إيه؟ أخبار السنة دي إيه؟ 2013 عموما الأول. بصي، يعني هو 2013 يعني أحسن شوية من 2012، مش أحسن شوية، أحسن كتير. بجد يعني. أحسن كتير، بس خليني أبتدي الأول. وبالنسبة للإخوان أبراجكم هتبقى ليه كده؟ أبراجكم نارية، أبراجكم نارية، ولا أبراجكم عاملة إزاي السنة دي؟ أبراجهم بقى مش عند الله. يا رب. ربنا يهدي الجميع. ابتدي بيكم الاول نشوف. لا بس قولي لنا وضع مصر الاول. اهم يعني. واحنا مش هنسيبك يعني، ما هي بقت لو هي كويسه احنا، لو هي هنبقى، لو هو هيبقى هنبقى. هو هيبقى دي اكيد. هو هيبقى يعني. هو ممكن 2013 مصر اولا ليه هلا بتزنقي؟ الامور هتستقر بس بعد اول 3 شهور من السنه. بس اول 3 شهور هيبقوا صعبين شويه، وبعد كده الامور ان شاء الله تستقر يعني. يا رب. يعني هتبقى احسن من 2012 لحد ما. اكيد اكيد. يعني لو انت بصيتي علينا احنا الاربعه كده، هل فعلا من غير ما نقول لك برجنا ممكن تعرفي انا برج ايه؟ طبعا ممكن اعرف. يعني هاله هي تيبيكال جوزاء. عشان انت عارفه ولا عشان هي شبه شخصيتك؟ لا، هما الستات الجوزاء دايما بيبقى ليهم شكل معين، وتلاقيها دايما تميل الى الطول، تتمتع بانوثه وخشونه في نفس الوقت. يعني اشمعنى رغده هي عامله كده؟ لا بس خبيثه. لا هي اول ما قالت انوثه لقيت رغده. ايوه هما الاثنين جوزاء على طول. كملي كملي قولي. وبعدين ست الجوزاء ذكية جدا، وعارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. وبعدين هي هما طبعا انتوا 10 في بعض يعني، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. لكن اللي يتجوز ست جوزاء ما بيبقاش عنده ملل في حياته، لانها كل يوم شخصية. وتدخل الأوضة تطلع واحدة تانية، ما فيش أي مشكلة. قولي وأنا هتتجوزها بس يمكن تتحول. تبقى أنا عادي في برنامجنا ده. وعيش قولي لنا بقى الجوزاء. كملي بالتفصيل. بالتفصيل. لا. امرأة برج الجوزاء دايما بتبقى عايزه ترتبط برجل طموح. لو اتجوزت عن عقلها، بعقلها يعني، خلاص هي هتبقى عارفه ومخططه هي هتعمل ازاي. لكن لما بتحب، هنا بتبقى في المشكله، لانها التضحيه عندها بلا حدود. هي ما بتحبش الراجل اللي يسيطر عليها قوي ويخنقها، لكن في نفس الوقت ما يسيبلهاش، لانها يعني هي عايزه تتشكم، بس تتشكم بالطريقه اللي تريحها يعني. كل حاجه بتحصل. دي مشكله ان يبقى في حد معاكي نفس البرج. هي ليها طريقه تعامل بالسياسه، يعني انتوا ما بتحبوش حد ينتقدكم كده، لازم بالطريقه بالسياسه، واوصل لها المعلومه بطريقه لطيفه، فاقدر نسوقها. بس لكن احنا كده كمان، احنا بنحب كده، واحنا لما بنيجي نتكلم تاني بتبقى دبلوماسيين قوي. رغدة انت هتقعدي نشكر في نفسنا. خليها هي تقول يا ماما، خلي يا ماما الست تشكر فينا. بقى الست شغاله شكر اهو. حلو شغلتها. اي حاجه وحشه لغايه دلوقتي. لا، هم طبعا عيوبهم العصبيه طبعا، لانها يعني ماشيه كويس. ما انت ليكي حد برضه. طيب يعني. طيب قولي على عيوب الثانية. يعني هي ممكن في لحظة لو اكتشفت ان صديقتها صديقة، يعني هي اكتشفت ان هي خانتها، او خانتها يعني بالذات، هدور وشها ومش هترجع تاني. خلاص. وفي لحظة وفي ساعتها. وازاي تعرف تدوس على الزرار ده؟ لا هي شاطرة. لا عندها قدرة. شاطرة. ده حصل لي فعلا. ده حصل لي فعلا. وبعدين هي ست مش غيورة، يعني هي عندها ثقة في نفسها جدا، فما بتغيرش. مش سهل. وهم زي يعني بيؤمنوا بالمثل الانجليزي ده، اللي هو لو عندك عصفورة اطلقيها، لو بتاعتك هترجع لك يبقى بتاعتك، ما عندكيش مش بتاعتك خلاص. ايوه. طيب رانيا قولي لنا السنه دي بقى برج الجوزاء. بصي يا ستي، بالنسبه للجوزاء هي السنه دي بالنسبه له سنه الانجازات، وعنده فيها ممكن يكون في عنده فيها سفر كتير قوي،
وعنده مغامرات، وطبعا دي حاجه طبعا مشوقه بالنسبه لكم جدا. ومن شهر واحد لشهر ستة بيقولوا ان دي احسن الحاجات، احسن فتره بالنسبه لكم تقدروا تنجزوا فيها اي مشاريع او اي انجازات. لا هي السنه دي بالنسبه للجوزاء سنه كويسه فعلا. والنص الاولاني بس ركزوا فيه يعني، ها عشان انتوا طبعا نحوش النص الاولاني مثلا قصدك. لا عندك مشاريع، عندك حاجات فكره ابتدي بيها خلصيها في اول ست شهور. تمام. انا سمعت حاجه عن برج الجوزاء انه عنده طلاقات كتير السنه دي. طلاقات؟ لا. انفصالات، طلاقات، خناقات. انت رازمه على حقيقه والله يعني. شكلك رازمه على حقيقه. بشريني يعني. لا 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 ما فيش حاجة. إن شاء الله ما فيش حاجة. إن شاء الله. طيب نبتدي إيه؟ برج الجدي. جدي صح؟ بصي أنا 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 هقول لك، أنا مش هقول لك أنا برج إيه، وأنتِ هتقولي إن برج الجدي هو أحسن برج السنة دي وهو أقوى برج على الإطلاق، أوكي؟ برج الجدي. أوكي. يا خرابي مش عارفة يعني. يا خرابي شفتي وشها أول كلمة؟ لا صعبين أصلهم برج الجدي جدا. يعني بصي يعني الجدي ده برجه ترابي، الابراج الترابيه زي الجدي والعذراء برضو بتبقى ابراج مش موديه، هي ابراج ثابته، والثبات دوت بيخلي ان بيبقى فيه منطق في الفكر. انت تاريخ ميلادك كام بالظبط؟ 20 يناير. 20. لا 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 انت كده دايما من 20 ل 25، فانت كده خلاص انت داخله على برج الدلو، فمعنى كده ان هتاخدي بعض الصفات من برج الدلو. أوكي. زي الطاقان والجنان وتحب دايما تبقى عامله حاجه الناس كلها تقول انا ده عملته فلانه، يعني هي بتفكر كده. طبعا اهل بيتك اللي هم والدتك ووالدك دول اغلى حاجه، حتى لما بيتجوزوا بيبقى دايما في عامله لهم مكان، هو ده المكان. في جواز ولا ما فيش في النهايه؟ هي عايزه تسالك كده وتنجز يعني. في جواز يعني صدقيني العريس اللي جه الهبه انا كنت عايزه اسوقه، قلت له عندي كارت فاضيه. هيجي ولا مش هيجي؟ هقول لك اهو. بصي هو السنه اللي فاتت بيقولوا يعني هي كده خلاص انت خلصتي المرحله القاسيه، يعني ما كانتش سنه حلوه قوي يعني 2012 بالنسبه لك، لكن 2013 دي بدايه مختلفه وسنه مختلفه، يعني بنحذرك فيها من المجازفات الماليه، يعني تفكري كويس قوي وانت بتجازفي بفلوسك. انا مكسفه بطريقه رهيبه، وخصوصا في اول 3 شهور، في اول 3 شهور من السنه يعني. حوشي يعني. بالنسبه بقى للعلاقات العاطفيه، هتكون سنه مميزه للتغييرات الاساسيه. يعني مبروك القدر هيلعب لعبته معاكي. الحاجات اللي انا عايزاها. القدر هيلعب لعبته معاكي السنه دي. تخيلوا يا جماعه لو طلع الكلام ده بجد، مثلا لو حصل حاجه مثلا. لا بس بعد ما تخلص احكي لك على حكايه بجد دي. اصل انا بصدق يعني، انا بصدق انه الابراج ليهم علاقه بشخصيات يعني زي بعض. أيوة. بس انا لا اؤمن بالابراج، فاهمه قصدي؟ يعني لا اؤمن بحاجه مستقبليه، بس تخيل لو حصل هيجرى لي حاجه. بصي انا زيك يعني. إيه؟ بتقولي كده؟ يعني الابراج شخصيات وطبايع. هعرف جوزي ده عيوبه ايه، هتصرف معاه ازاي، مش مستقبل يعني ده، ويعني ده بتاع ربنا يعني. فعشان كده بقول لك هم بيقولوا، لكن انا بقول الصفات. انا العروسه بقى العذراء. العذراء يعني عايزين نعرف العروسه بس اخبارها ايه. عروسه ايه بقى دي؟ ام وتعول. ام وتعول. انت عندك من اولادك عقرب بتقولي مش كده؟ انت بس خلينا، انا عايزه اعرف العذراء. انا ليا العذراء اناني اهو. ده عقرب واسد وايه تاني؟ قاعده في غابه حضرتك. يعني عندي مجموعه كبيره جدا في البيت. بس العذراء. العذراء برضو برج ترابي، بس ست العذراء هي يعني طول ما هي قاعده عماله تحلل وتستنتج، تحلل وتستنتج، وبتعرفيها دايما من عينيها وملامحها، تلاقيها دايما محدده العين. ايه رايكم؟ تمام. محدده. طب امامير دي صفه عامه فيهم؟ العذراء. العذراء يعني
عادة يعني مش ما هيش يعني مش صارخة الجمال، لكن هي يعني وشها مهندم ومرسوم كده يعني يبقى له شكل. انا 1.9 يعني انا بيور عذراء يعني بيور عذراء يعني امرأة برج العذراء ست بيت جميلة وزوجة جميلة دايما بتدفع الرجل للأمام. يعني ليكي طبعا طلعاتك لان انت لما بتتعصبي بتبقي دي ما بتعصبش خالص، ده الاسم الحركي بتاع هو ده اللي سبحان الله عقبال عندكم الف الف الحياه هاديه وهاديه. لا بس انا عايزه اقول لك على حاجه، هي العذراء مشكلته ان هو هادي وتحسي ان هو طيب جدا وهو فعلا متهيألي طيب يعني مش بقول كده على نفسي، بس في حاجه كده بسيطه ممكن تخليكي واحده ثانيه. انا شفتها مره واحده، انا شفتها مره واحده بس ستيل طيبه يعني حتى المره كده بس تخضي يعني مش انا. بالظبط. بس هي مشكلتها انها عايزه كل حاجه بيرفكت، يعني عايزه كل حاجه بيرفكت، ولما تدخل مكان المكان يبقى جميل قوي، بس الستاره دي يعني انت سبتي كل حاجه وبصيتي على الحته اللي مش حلوه الستاره. حبيبي يا طارق ده تريبي عيني برضه مش يعني. يعني هي ناجحه في اي عمل هي بتعمله، عمرها ما بتفشل، لان هي لما بتيجي تعمل حاجه بتدرسها كويس قوي وبتذاكرها كويس قوي، بتحب القرايه، بتحب تبقى مطلعه، ما بتحبش تبقى قاعده في قاعده ما هياش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليها. طبعا يعني عايزه حد يسمعك، هم عندهم حسن استماع، لكن حضرتك ودانيه شويه، يعني لو اشتريتي مثلا صالون جديد وحد دخل وما لقيتيش على وشه العلامه اللي انت عايزاها وسالتي يعني ممكن السهل يعني ايه ياثر يعني لو سامعين بيحصل يا عيني يا عيني يا طارق يا عيني يا طارق حبيبي خدي هي هي يا عيني الراجل ده شوفي كده يا هاله شوفي كده. انا عارفه ان الموضوع ده مهم بالنسبه لكم كلكم، جالنا كم ايميلات على الفيسبوك كل واحد عايز يعرف برجه. احنا خلصنا الاربع مذيعات بس بعد الفاصل هنحكي بالتفصيل عن بقيه الاوراق، استنونا.